كل سنة وحضراتكم بخير. النهاردة الحد الأول من شهر كياهك المبارك. شهر كياهك يسمى بالشهر المريمي، أو بالشهر الذي أعلن فيه كل نبوات التجسد الإلهي. أربع أسابيع، الأسبوع الأول اللي احنا فيه دلوقتي فيه بشارة زكريا بولادة يوحنا المعمدان، الحد الثاني فيه بشارة أمنا العذراء مريم بالحبل الإلهي، الحد الثالث زيارة أمنا العذراء مريم للقديس أليصابات، والحد الرابع ولادة يوحنا المعمدان، وبيختتم الأحد الرابع بعيد الميلاد المجيد. ليه الكنيسة وضعت الأربع أحد دول بالمسميات دي؟ خلي بالكم أن الكنيسة هي مسطرة بالروح القدس، زي ما الكتاب المقدس لم يأتي بروح إنسان أو بفكر إنسان، كذلك أيضا تسطير الخدمة الكنسية لم يأتي بفكر إنسان، هو الروح الواحد اللي كتب الكتاب المقدس، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. هكذا أيضا نظام الكنيسة لم يأتي بفكر إنسان، ولكنه بقيادة الروح القدس. الكنيسة عظيمة في طقوسها، لأن الطقس شيء مهم جدا بينقل روح العبادة اللاهوتية كلها من خلال الشرح الطقسي. الشرية معناها إيه؟ الشمع معناها إيه؟ الصورة معناها إيه؟ دورة البخور معناها إيه؟ كل الحاجات دي ليها معاني طقسية عقائدية لاهوتية جميلة جدا بديعة. بأبسط الطرق الإنسان يوصل المعلومة اللاهوتية بسهولة ويسر. فالكنيسة عايزة تنقل لنا حقائق سر التجسد الإلهي وتتميم النبوات، تنقل لنا برضو هذه المعلومات الرائعة اللاهوتية من خلال الطقس ومن خلال القراءات ومن خلال المناسبات. مناسبة شهر كياهك الكنيسة تنقل لنا فيها روح التجسد، روح أيام التجسد، إيه اللي تم فيها. وكل حد من الحدود بيشير إلى زمن من الأزمنة، يعني الحد الأول يشير إلى زمن بسيط اللي هو زمن بشارة الملاك جبريال لزكريا الكاهن بولادة يوحنا المعمدان. ليه؟ مهم يعني؟ طبعا مهم، هنعرف ليه كمان شوية. الحد الثاني يشير إلى زمن آخر قريب من الزمن الأولاني اللي هو بشارة الملاك جبريال لأمنا القديسة الطاهرة مريم والدة الله الكلمة بالحقيقة. والحد الثالث يشير إلى زمن بسيط جنب الزمنين اللي قبل كده اللي هو زيارة أمنا العذراء مريم لأليصابات. مهمة دي كمان؟ نعم مهمة. كل محطة أقول لكم هي مهمة ليه. والحد الرابع يشير إلى ولادة يوحنا المعمدان برضو في زمن من الأزمنة، زمن قريب قوي، عدة أيام. ليه كده؟ أقول لكم ليه. فاكرين ملاخي لما قال ها أنا ذا أرسل ملاكي يعمل إيه؟ ليهيئ الطريق أمامي. تمت إمتى؟
النبوة دي. لما الملاك جبريال بشر زكريا الكاهن بولادة يوحنا المعمدان، هو ده الملاك السابق أمام ربنا يسوع المسيح له كل المجد، ليعد طريقه، ليعد أذهان الشعب للقبول الإيمان به والتوبة باسمه. علشان كده الحد الأول لازم الكنيسة تجيب الفصل الخاص ببشارة يوحنا المعمدان، لأنه مهم، أعظم مواليد النساء، الملاك السابق لمجيء ربنا يسوع له كل المجد. الحد الثاني ده أهم حد، هو بيقول لنا إن يوحنا المعمدان اللي هيتولد ده ما هو إلا بمجرد سفير فقط بيعد طريق الملك. الحد الثاني هو بشارة الملك جبريال لأمنا العذراء مريم بولادة ملك الملوك ورب الأرباب، الحبل الإلهي، الله الكلمة. والحد الثالث زيارة أمنا العذراء مريم لإليصابات. طب ودي مهمة ليه؟ يعني زيارة من ضمن الزيارات، يعني هي أول مرة تزورها، أكيد زارتها كتير، إشمعنى يعني المرة دي بالذات اللي الكنيسة تهتم بيها؟ لأن في زيارة أمنا العذراء مريم لإليصابات في شهادة لاهوتية عظيمة جدا جدا. في الزيارة دي بالذات حصل شيء غريب جدا، إن إليصابات اللي واخدة على العذراء مريم، واخدة عليها بنت خالتها، إلا برغم إن القرب الشديد بينهم إلا إن أول ما شافت العذراء مريم صرخت وقالت من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ ليه اللي حصل؟ نرجع بقى ليوحنا المعمدان. فحين صار صوت سلامك في أذني ارتقض، مين بقى؟ ارتقض الجنين بابتهاج في بطني. مين الجنين ده؟ هو يوحنا المعمدان. ارتقض يعني جري. الجنين بيجري في بطن أمه صحيح، بس لما يكون فرحان أو يكون قلقان. لا، يوحنا المعمدان لما سمع صوت العذراء مريم، لأن في الوقت ده يدوبك هي كانت حملت بأقنوم الكلمة في أحشائها، فارتقض يوحنا المعمدان جري بابتهاج جوه بطن أمه. يبقى إذن ده شيء عظيم جدا لازم الكنيسة تذكره. وفي الحد الرابع الكنيسة بتنقلنا إزاي اتولد يوحنا المعمدان، اللي هو مين بقى؟ اللي هو الملاك السابق أمام ربنا يسوع له كل المجد. شفتوا الكنيسة عظيمة إزاي بتتمم، بتاخد روح النبوات اللي في العهد القديم تنقلها لنا في الأحاد الكياهكية، علشان نفهم إزاي النبوات تمت. لأن العهد القديم والعهد الجديد هو الكتاب المقدس، مش كتابين، هو الكتاب المقدس. العهد القديم هو نبوات عن الخلاص تم في العهد الجديد، عشان كده ينبغي ان احنا نقرا الاثنين، العهد القديم والعهد الجديد. اما بقى في درس ده بقى من قبل ربنا يسوع لينا كلنا، هل احنا مصدقين وعد ربنا؟ لابد ان احنا نكون مصدقين وعده، لان وعده صادق وامين. هو اعطى زكريا الكاهن ابن بعد شيخوخة وطعن في السن، يعني خلاص الإنسان بعد لما بيعدي، مش عايز حد يقلق من الحتة دي، بعد الإنسان ما بيعدي سن 50 بيبقى الأيام اللي جاية أقل من اللي راحت. عشان كده بيقول لنا في سفر الأمثال اذكر خالقك في أيام شبابك
لئلا تأتي السنون وتقول، تأتي السنون يعني تاخدك كده الأيام وتعجز وتكبر في السن وتقول إيه، ليس لنا فيها سلام أو ليس لنا فيها خير. خلاص الأيام اللي جاية قليلة جدا والإنسان هيمشي من الدنيا. زكريا بقى أيامه في الآخر خالص بقى، وهو قرب يودع الدنيا، وكان عنده وعد من ربنا إنه هيجيب النسل ده، بس إمتى؟ لما كان شاب كان ممكن ربنا يديله ولد، بس هيبقى زي أي الولاد وهيتولد ويكبر ويعيش ويموت وخلاص وانتهى الأمر. لكن ربنا أراد إنه يدي لزكريا وإليصابات الاتنين دول بالذات، لأنهما كانا برين وسالكين أمام الله وحافظين وصاياه وأحكامه بلا لوم، فأراد إنه يكافئهم ويجيب من بطن إليصابات الملاك السابق لربنا يسوع له كل المجد. بس المسألة مسألة إن الإنسان لابد إنه يؤمن بصدق مواعيد الله في صمت. أحيانا كتير أيها الأحباء، الإنسان لما يكون كتير الكلام بيضيع بركات كتير في حياته. التزم الصمت أفضل. القديس أرسنيوس معلم أولاد الملوك بيقول: كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط. حتى في العجائب اللي ربنا بيديها لنا نسكت برضو ونصمت؟ نعم أصمت. ربنا عمل معاك معجزة وعجوبة، خليك صامت. ولما تيجي في وقتها إذا كان الكلام مهم جدا يتقال ففي الوقت المناسب، لكل شيء تحت السماء وقت. زكريا الكاهن برغم انه مؤمن ايمان شديد ومصدق مواعيد الله، الا انه في الحته دي ما كانش صامت قوي. ده هو كان بيتكلم تقريبا، ايه الفرق بين الكلمه اللي قالها زكريا الكاهن والكلمه اللي قالتها امنا العذراء مريم مع الملاك غبريال؟ هو نفس الشخص، نفس الملاك يعني. ده راجل كبير طاعن في السن وقرب ينتهي من الدنيا ويمشي منها، والملاك بيقول له انت هتجيب ولد. فبيسأله بيقول له يعني اعرف ازاي الكلام ده لما انا خلاص راجل كبير في السن ومراتي كمان ست عجوز قوي قوي، ده بعد سن الاربعين يعني بسنتين ثلاثة كده يبقى في استحالة الإنسان يجيب ولد، لكن دي عندها 80 سنة ولا 90 سنة ولا 100. طب ما العذراء مريم قالت نفس الكلام، كيف يكون لهذا وأنا لست أعرف رجلا؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ تقريبا يعني حسب المفسرين بيقول زي مثلا ويليام بيركلي بيقول إن زكريا الكاهن لما كان بيكلم الملاك يعني كان باستهتار شوية، يعني في كلام كده مش مرتاح له، يعني انت بتقول ايه بعد السن ده؟ يعني ازاي يعني يكون ده؟ انت يعني جاي بتخرج معايا تقريبا كده، مش تقريبا اللي انا بقولها، لا ده ويليام باركلي بيقول كده، بيقول هو تقريبا الاسلوب بتاع زكريا الكاهن مع الملاك غبريال انه مش مصدق الوعد. هو كان مصدق زمان، لكن في الوقت الحالي ده بقى تهريج ان انت بتجي تقول لي الكلام ده. ولكن ربنا من محبته وحفظه وتتميم وعده للانسان كان ممكن يغضب على زكريا ويقول له خلاص انت حر، لكن مش كده. ربنا ما يتعاملش مع البشر بالشكل ده. وعد هينفذ مهما كان أخطأ البشر، لكن بيحتمل ضعف الإنسان. فقال له خلاص شوف، أنت هتفضل صامت لا تتكلم، بس مش بقى مش صامت بإرادتك أنت، ده أنا اللي هخليك تصمت لحد لما عينك بنفسها ترى. وفضل زكريا صامت صمت لا إرادي، مش بمزاجه، يعني حالة خرس
لحد لما يوحنا المعمدان اتولد، وساعتها قالوا له نسميه ايه؟ واحد من عشيرتك، واحد من اهلك. فجابوا له لوحه كده عشان ما يقدرش يتكلم، وهو بيكتب، ده التقليد الكنس اللي بيقول لنا الكلام ده، بيقول لنا وهو بيكتب يوحنا نطق اسمه، قال يوحنا، ومن اللحظه دي نطق في الزمن المناسب، الوقت المناسب. احنا عايزين نتعلم ان احنا نسد موعد الله في صمت، ونتكلم في الوقت المناسب زي ما حصل مع زكريا، بس هو كان بغير ارادته حصل كده. احنا عايزين بارادتنا احنا نحتفظ شويه بالكلام، يعني مش لازم نتكلم كتير، كل المهم ومش المهم عمالين نتكلم فيه وخلاص، بنضيع ساعتنا وايامنا في كلام لا يفيد. تعرفين ربنا يسوع له كل المجد بيقول لنا كل كلمة بطالة تعطونا عنها حساب في يوم الدين. ايه الكلمة البطالة دي؟ هو حد يظن الكلمة القبيحة او الشريرة؟ لا، كلمة البطالة يعني بطلة، يعني لا تفيد ولا تضر، يعني حالة سلبية كده. طب وانت تحاسبنا عليها ليه يا رب؟ عشان تضيعت وقت الناس في كلام ملوش قيمة. كان المفروض الوقت ده الناس تستفيد منك بتعليم صالح، بإرشاد جيد يفيدهم لأجل الملكوت، لكن انت قلت لهم كلمة بطالة كده ما استفادوش بيها حاجة، هتعطى عنها حساب في يوم الدين. فإحنا كمان لازم نصمت، مصدقين موعد الله ومؤمنين بيها، وخلينا كده ساكتين شوية، لأن كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. فالنهاردة ناخد الدرس ده في حياتنا، نخلي كلامنا قليل من فضلكم، نتكلم الكلام الجيد اللي في محله اللي في وقته، لكن نتكلم كده على طول وخلاص لا. تليفونات المفتوحة الـ 24 ساعة المجانية دي نستخدمها في الاتصالات للاطمئنان في ثواني دقيقة بالكتير، واقفل التليفون، ما تاخدش بقى الأحاديث كلها في التليفون، علشان خاطر كل ده بيضيع العلاقات الاجتماعية والربط الروحية اللي بينه بين الناس وبعضها. بل انت عايز تقوله في التليفون خلاص، لما تقابله مش عايز تتكلم معاه تاني خلاص، فالروحانية اللي بين الناس بتقل. ليه؟ لأن احنا بنتكلم كتير. نصمت من فضلكم، ناخد من أول السنة الجديدة قانون في حياتنا كده إن احنا نقل من الكلام بقدر الإمكان. ربنا يبارك حياتنا ليلانا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.